طيب الآن أمامنا مجموعة الـ APIs. طبعا إحنا نتكلم عن برنامج فعلي، إحنا الآن بعد ما كتبنا ما ندري هل في أخطاء أو ما في، والغالب يكون في أخطاء لأنه بعد ما انتهينا من الكتابة ما نقدر ندخله في البرنامج الفعلي لين نتأكد منه ونشوف فيه صح، أو عفوا في مجموعة أخطاء، أو كل الأمور صحيحة، أو يعني الأمر في شيء نحتاج نعدله، في سطر مكتوب خطأ، في خطأ منطقي. الآن إحنا كتبنا على ظاهر إنه ما فيش أخطاء، لكن أنت ما تقدر تتأكد. فأنا طبعا إذا لقينا خطأ حوريك طريقة تتعامل بها مع الأخطاء وكيف تعالج الأخطاء وتحصل عليها بسرعة. الآن إحنا كتبنا db.php واليوزرز API. طبعا لو تلاحظ هنا موجود سطر tinyf db close، هذا السطر حيسبب مشكلة لأن إحنا قاعدين نتصل، لأن إحنا استدعينا بس عشان استدعاء اتصال وإغلاق. فأول عملية تسويها تحذف السطر ذا عشان إحنا بنسوي include لملف db، فمو معقول يسوي اتصال والسطر ذا موجود، لأنه يسوي اتصال ويغلق، فالملفات الأخرى ما تقدر تستفيد من الاتصال. فهذا أول خطأ موجود، هذا أول خطأ أو حاجة نسيناها، خطأ سميها زي ما تبغى. الفكرة هذا أول خطأ موجود. حنيجي كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها أول حاجة نبغى ندخل، فأول دالة نتعامل معها اللي هي مين؟ اللي هي اليوزرز آد. فنيجي نشيك عليها ونشوف في أخطاء ما فيش أخطاء بالشكل هذا. إحنا حنيجي طبعا هذه الداتابيز، خلينا نيجي هنا لليوزرز. طبعا في يوزر افتراضي أنا ندخل بيانات وخليني أحذفه. طيب الآن القاعدة فاضية، خلينا نجي هنا. إيش حنسوي؟ حنستدعي أول شيء تحت هنا، خلينا أقفل الدوال كاملة، وجي هنا في نفس الملف حق اليوزر أو اليوزرز API. عفوا نجي هنا ونقفل ونشوف. طبعا إذا في أخطاء حوريك كيف تتعامل معها. حنقول include db.php، هنا تجربة فقط سوينا include. طيب وبعدين؟ الآن احنا نبغى نستدعي، خلاص سوى الاتصال، نبغى نستدعي مين؟ هذه الدالة. فنقول لاحظ الإدخال كيف صار بسيط، صح تعبنا في البداية بس هذه ترجع لنا لما true ولا false. فنقول result يساوي tiny f users add، هذه فائدة الـ API. add الاسم مثلا عبد الله، ايش البارامتر الثاني؟ الباسورد، خلينا نقول 1 2 3 4. طيب الايميل cs@hotmail.com. admin خلينا نقول اوكي. الان لاحظ هنا نقول ايش؟ if result، اذا يعني نجح الادخال مثلا داي، او بلاش داي، خلينا نقول هنا tiny if db close، وصك الاتصال، بعدين نقول echo success، يعني نجحت العملية. الآن لاحظ كود الإدخال قديش، يعني ما هو شيء. الآن نجي هنا سوي ريفرش، لاحظ أنا حطيت له شوف insert into، من فين جاء هذا السطر؟ شوف قال لنا success، بس من فين جاء هذا السطر؟ لما تيجي تصحح كود برمجي لازم تستخدم عملية الطباعة. هنا شوف في add أنا وضعت السطر اللي هو echo query، بعد ما أنشأ الكويري بشوف هل هو أنشأه بشكل صحيح ولا لا. فليش احنا نطبع الكويري كنص؟ عشان نشوف اذا في خطا في الكويري، في كتابه الكويري، لكن ما فيش خطا، فعشان كده طبعنا الكويري زي ما هو اللي انشأناه وبعدين طبع سكسس، فداله اد. الان خليني امسح الكويري يصير ما عاد يجيبه. هذه من طريقه معالجه الاخطاء. فنيجي هنا ونشوف، لاحظ ادخلنا مين؟ ادخلنا اللي هو البيانات، ادخلنا البيانات بسطر واحد. وهذه طريقة التعامل مع الـ API اللي هو الـ tiny f users add.